الثاني اللي ممكن احنا نقدر نستخدمه هو الكود انيوير. الكود انيوير ممكن انه احنا نشتغل به على الويب سايت، وايضا نسوي ساين اب، نسوي لنا حساب ونقدر نبدي نشتغل. اكو موجود به اديتر اللي هو الشاله اللي احنا نقدر نكتب بيها، واكو عندنا تيرمينال ايضا ممكن انه احنا نستخدمها. إضافة إلى الكود أنيوير، إذا رحنا إحنا على الأبس، إذا رحنا على الأبس التطبيقات، راح نشوف إنه أنا ممكن يكون عندي ويب أبليكيشن، يعني إنه أنا أستخدمه مباشرة هنا على الويب، بس أروح على الكود anywhere.com وأسوي ساين أب وأبدي أشتغل. أو ممكن انه نروح على الاندرويد، ممكن يعني انزله على الاندرويد، ممكن يعني انزله على التليفون مالتي واشتغل عليه الاندرويد، ممكن اشغله على الاي او اس ان كان عندي ايفون او ايباد، فممكن انه اني اشغله على الاي او اس ايضا. فهنا انتم مخيرين، يا اما تريدون تشتغلون على الويب بالترينكت، او تشتغلون بالكود anywhere إذا رتو كويب، أو رتو تنصبوا على تليفوناتكم الأندرويد، أو تريدون تنصبوا على تليفونات الآي أو إس. أوكي، فإحنا فعلنا الإيميل، هم دزونا يعني راح يدزلكم إيميل، هذا الإيميل بي لينك، بمجرد ما تضغطون على اللينك، فإذا أنتوا سويتوا فيريفاي للإيميل مالتكم. هنا راح إحنا نسوي environment container، بها احنا راح نخلي البرنامج مالتنا، فننطيها اسم مثلا my project. هذه احنا هنا ممكن انه احنا ننفذ C++، ممكن انه احنا ننفذ HTML، ممكن ننفذ جافا، لكن احنا بدنا نبحث عن البايثون، فراح نختار البايثون الفيرجن هي يعني الأوبنتو، وراح نسوي كرييت. راح ياخذ وقت الى ان ما يصنع هذه الفيرتشوال انفايرمنت. بعد ما راح ينشئها راح اخلصها، هنا راح يعطينا المعلومات عن الانفايرمنت مالتنا. راح نسوي فولدر، رايت كليك نيو فولدر، create folder. هذا الفولدر راح يكون ب البروجرام مالتنا، تقدرون تسموه اي اسم، راح نصير عني اوكي. هنا عني فسوينا احنا هنا الفولدر، من بعدها راح اسوي رايت كليك، راح اسوي فايل، راح اسميه first program.py. اهم شيء ما ننسى الاكستنشن مالته حتى يعرف انه هو هذا ملف python.py، وراح اقول له اوكي. راح تشوفون انه انطى علامة البايثون يم البرنامج، يم الملف مالتنا، فراح نعرف انه احنا الملف مالتنا هذا هو بايثون. راح ننطي البرنامج الاعتيادي مالتنا اللي هو print hello world، من بعدها file save، وننتقل على الشيل. هذه هي الشيل مالتنا، فاحنا شنو راح نسوي؟ راح نشوف نسوي ls. ls هو الإعاز اللي حتى يخلينا نشوف المحتويات اللي احنا المكان اللي موجودين به. راح نشوف انه احنا انطاني الفولدر اللي هو هذا اللي هو البروجرام، فحتى ادخل اني للفولدر راح اقول له cd program enter، فتشوفون هنا اجى الباث مالتنا. فاذا احنا دخلنا لهذا الفولدر، من بعدها راح اقول ls، راح تشوفون انه احنا موجود عندنا الملف مالتنا اللي هو الفيرست بروجرام دوت ال py. حتى اسوي له run راح اقول program sorry راح اقول python first program dot ال py. اوكي okay.
راح أقول له Enter راح يطبع لي Hello World. بهاي الطريقة احنا راح نقدر نكتب البرنامج ومن بعدها نجي هنا وننفذه.